السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديو، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم بعض النصائح وبعض التدابير اللي حتنفعكم في العيد. اول حاجه نبداو بها هي الحوايج تاع الضحيه، معناتها الازواج ديالنا ولا وليداتنا كي يعني يذبحوا الكبش، وعلى بالكم بلي حوايجهم يكونوا كاملاتك مسخين، دي فوا ميم عفاي 16 اللي يذبحوا فيه يعني داخل الدار. المهم هاد الحوايج كيفاش انا نتعامل معاهم؟ زمان كنت يعني غير يخلصوا ضحيه نحط الحوايج داخل الماء، ما نخليش لاطاش تاع الدم تتبغلي في الحوايج. ومن بعد تيك يعني وليت يعني كي اكتشفت العام اللي فات هاد الصابون سيدو اونتي تاش يعني ضد البقع، اكتشفته العام اللي فات في العيد تاع العام اللي فات، الحق تاع ربي يعني هناني ومنح عليا الغبينه بالبزاف. المهم اليوم حبيت نوري لكم يعني اون ديريكت كيفاش. هاوليك عندي هنايا ان تيشيرت، هاوليك اللون ديالو كيما كنتو تشوفوا بيض الله الله، وعندي هنايا طرف تاع اللحم شوفوا، وعندي الدم هنا. بون في العيد قلت لكم يعني ديريكتومون يخلصوا ضحيه، ما عليكم غير تحطوا الحوايج، حاشاكم تحطوا الحوايج في ديريكتومون في الماء. لكن انا هنا حبيت نوري لكم يعني هذا الصابون، شوفوا هذا الصابون كيفاش رائع ضد البقع، يعني قدامكم ما حاش نكوبي لا فيديو ولا نديرو ديريكتومون. انا هنا سمحوا لي هذا المرصو دوك انت تحطوا في القدره فوالا. وهاد السيشوار باش نشف لكم البقعه، يعني باش نوريكم اكيل بوان الي افيكاس على ليطاش. نبرونشي السيشوار فوالا، نبدا نشفها. فوالا الوغ واش يقولنا يعني الصابون؟ قلت لكم نشمخوا البقعه مليح. نتوما في العيد راكو تسمعوا فيا، في العيد شمخوها ديريكتومون، ومن بعد شمخوا الحوايج ديالكم كي تجو تغسلوهم ديروا لهم الصابون هذايا لاكثر من رائع، يعني جربتوه كامله وعجبكم. الحاجه الرائعه فيه اننا ممكن نغسلوها كبيدينا، يخلي لنا يعني اليدين ديالنا رطب. شوفوا هنا، شوفوا بورتون درت غير منها بصح شوفوا الدم سبحان الله كيفاش يدير. ها هوليك دوك انا ندي نشمخها، نديها لاطاش ومن بعد نجيب الصابون وندير هاد العمليه اللي تعطيني نتيجه تهنيني الدباغ تاع الحوايج، سورتو كي تكون البقعه جديده، ماشي نخلوها حتى تدبغ تقعد 3 شهور باش نروحو نتعاملو معاها. يلزم لها عنايه، يعني ديري وتعاودي 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 باش تحصلي على نتيجه. الوغ انا واش ندير هنا؟ ما نحك ما والو، نحط الصابون ديالي هاهو هكذا، شوفوا هاهو ليك اني طليتو كاملاتك بالصابون. نخليه كيما مالفين يقولوا 10 دقائق 10 مينوت، دوك ندير المينوتري 10 مينوت ونروح نغسل قدامكم الطاشه وتشوفوا النتيجه بعينيكم، ونروحوا للتدبيره الثانيه. دوك هنايا بعد ما فاتوا 10 دقائق شوفوا شوفوا كيفاش درتو منا خرج منا. المهم دوك نبدا نعاود نشمخ هذوك ليطاش ونبدا نحك فيهم بهذه الطريقه. بيان سور انا ما نحكش بيديا، نحط في الماشينه يخرجوا يشعلوا شعيل، لكن يعني باش نوري لكم برك دائما انا نحب نشوف الرغاوي. فوالا نحكي المنطقه شوفوا شوفوا، ماشي ناكوشتو تغسل وتعاود تغسل وتعاود. هاوليك اون ديريكت، نحاول انني هاد الجهة نغسلها هكذا شوف هاكو تشوفو شوفو كيفاش يلين مانيفيك. دوك نروح منا نشمخ شوية هاكو
شوفوا الروه كيش ولات كامله، لا كولور ديالها مبدله. المساكن اللي كانوا يغسلوا بيديهم سبور. هذا هاوليك مازال هنا اليدين. شوفوا هاكو تشوفوا، نحب نزيد عليها زين يولي بيض كيما كان. نحاول انني نغسلو هكا ديراكتومون. يفو برك لي طاش و لي فخوت هكدا. شوفو هنايا هادي مشتهاش و مدرتلهاش الصابون، هادي مدرتلهاش الصابون. هاني غسلت قدامكم، يعني حاولت ما استطعت انني نحك لي طاش. دوك نشلل نشوفو لو بول تاعنا. شوفو الروه كش خرجت. شوفوا شوفوا النتيجة. شوفوا ما حبيتش نقطع لا فيديو. هادو من التدابير الجميلة مالغري شاركت معاكم يعني هاد الصابون، لكن على بالي بلي تحبوا هاد النوع من الفيديوهات. سي ان بليزير. وزيد واحد الريحة مانيفيك، الريحه ديالو هايله. بون مانيش مشلاتو مليح، نعصرو باش تشوفوا النتيجه معايا. شوف هاكو تشوفوا عاود ولا ابيض كيما كان، يشعل شعيل. المهم دائما كنت نقول لكم، يعني خلينا هذه درت لكم يعني اون ديمونستراسيون تاع العيد بمناسبه العيد، لكن عندكم مثلا طاشت لكم حاجه بالدم بالشوكولا بليدم اي حاجه توت سويت ما تعجزوش، توت سويت روحوا عالجوها، طلوا لها الصابون يا سيدي وخلوها. مام ما عندكش الوقت تحطيها في الماشينه ما تلمولكش الحوايج، اجري شمخيها دائما يكون معك فابو ولا هكا تحت العين هكذا، وروحي توت سويت ديري لها هكذا وحطيها. كي يكون مالغري باك تيبس ابري كي يكون عندك الوقت تحطيها في الماشينه تخرج كيما راكم تشوفوا البياض الناصع. الماشينه مهما كان نوع تاع الماشينه ما نحطوش فيها هكاك الحوايج وهي نطمعوا تنحينا بون تنحينا بتدخل لا بوسيير تنحينا الحاجه الخفيفه، لكن كيما بقعه راكم شفتوا درت الدم ونشفتو ونحطها في الماشينه نطمع تخرجها لي بهذا يعني بهذا المنظر. لا لا يا اخي هادو من التدابير الجميله. ودركا نروحوا للتدبيره الثانيه اللي على بالي بلي راح تهمكم، وكي وريتها يعني خفيف ظريف جاتني بها عليها بزاف تساؤلات. شوفوا يا مزين نقايه لو كان يبقى. دركا التدبيره الثانيه، مثلا شريتي حاجه تاع حوايج ولا قماش ولا كيما هكذا يكونوا الالوان ديالو حامقه. شوفوا كيما هاد السروال ستيل الادا، شوفوا شحال شباب. دوك انا هذا شريته، ما نروحش زعما نغسلو نحطو في الماشينه يتلق لي على الحوايج، ما على باليش لا كاليتي ديالو اسكو تطلق اسكو ما تطلقش، اسكو هاد السروال راح يقعد الطول ديالو هكذا ولا راح يشرب لي. الوغ اول حاجه نديروها كي نشرو حوايج نشكو في الالوان ديالهم، ولا ماذا بينا الالوان تقعد ثابته، ماشي معناتها نشري لو بونطالون ولا الشوميز نشريه اللون ديالو هكذا غرونا اون بعد تيك غير نغسلو يولي اللون ديالو باهت ماشي شباب. الوغ كيما كانوا هادو ما لي زاستوس غرومير، نجيبو ليانا نحطو فيها الماء على حساب يعني باسينا ولا ليانا ولا المهم حطيتو فاش حبيتو. انا هنايا حابه هاد السروال كي نعود نلبسو يقعدو الالوان ديالو دايما هكذا زاهيين، ومحمد بيا ما يشرب ليش
ونشوفوا اسكو هم تيستيه اسكو حل ولا لا. هكا باش نيفيتيو هذوك لي زاكسيدون تاع نحطوا الحوايج ومن بعد يتلقوا على بعضهم. واش ندير في الماء؟ ندير فيه الخل. الخل الكميه على حساب كيما انا ها شوفوا درت كاس معمر تاع خل هكذايا في الماء، ونحط لو بونطالون ديالي ولا السروال ديالي. ها شوفوا ها هو شوفوا ديجا شوفوا واش طلق شوفوا شوفوا سلات بطيش شوفوا ها. الوغ انا هنايا نخليه في الخل باش الالوان ديالو تثبت، نخليه نقولوا ساعه المهم. ومن بعد تيك نشلو ونحطو يتغسل، نشوف نديرلو ان تيست قبل نشوف اسكو مازال لي كولور ديالي يتلقو. هما كي ديروهم في الماء والخل ما يعودوش يتلقو كيما لو كان تغسلوهم ديريكتومون. هاد التدابير هادو على بالي بلي بزاف فيكم اللي كانت ميمتها. انا كانت امي الله يرحمها ويوسع عليها كي تشري طرف تاع قماش وتحب تخيط جبيبه ولا تقول لي نجاح روحي حطي لي القماش في الماء والخل، نروح ديريكتومون ندير باسينه كيما هكذا نحط فيها. نقولها وعلاش هذاك الوقت؟ تقول لي باش القماش ما يشربليش وباش نشوفوا اسكو يطلق ولا لا وباش لي كولور ديالو يقعدوا دائما زاهيين. فوالا هذه هي بالنسبه حبيباتي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون نفعتكم واكيد راح تنفعكم. ونقول لكم يعني الى فيديو واحد اخر، روتينات واحد اخرين، وصفات واحد اخرين، تدابير واحد اخرين. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات زعما قلت لكم تبع على خير، شوفوا السروال تاعي شوفوا شفتوا شحال يبان شباب شوفوا راكو تشوفوا لا كولا شوفوا العجب والعجب يا خا على سروالي يا خا تأمنوا مش تقول خادمينو باللونك الله تقول لكم حاجه كي نغسلوا ان شاء الله ونشروا والله غير برومي نوري لكم كيفاش يولي. وشوفوا غير لا كولور بلو هي اللي خرجت شوف شوفوا العجب